صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بكم مره تانية. المره دي جوله بقى في السوشيال ميديا واخر الترندز. هنبدا معاكم بجوجل، وكان اهم ترند الحقيقه اللي سجل اعلى نسبه بحث كان عن قرارات مجلس الوزراء بتشديد الاجراءات الاحترازيه طبعا، ومنع اي تجمعات خلال يوم شم النسيم، بالاضافه انه لسه اعلى نسبه بحث على جوجل متواصله طبعا عن الابحاث الخاصه لطلبه المرحله الاعداديه زي ما حضراتكم شايفين معانا. بس يعني من الغريب برضو ان البعض بيدور على فكره بحث متكامل. يا جماعه حاولوا يعني تشتغلوا برضو على الابحاث بشكل مستقل، ودي فرصه برضو ان احنا ننمي مهاراتنا ونكتسب خبره جديده، وان انت تبحث على المعلومه وتكتسبها مش مجرد انك تبقى بتدور على بحث كامل. يعني الحقيقه كشف برضو جوجل عن شويه محاولات التحايل على الاسايمنتس او التكاليف المدرسيه. المهم هنروح من جوجل ليوتيوب والجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات اللي بيرجع يتصدر الترند مره تانية بمشهد من المسلسل، وطبعا حافظ على موقع الصداره على يوتيوب خلال الساعات اللي فاتت. تعالوا نشوف المشهد. فارس لو سمحت انت لازم تسمعني، ما تقعدش تهرب مني. اهرب منك ايه يعني؟ وانا عامل عامله عشان اهرب؟ ماشي لو سمحت اسمعني عشان خاطري، انت حتى ما اديتليش فرصه ان انا اشرح لك ايه اللي حصل. تشرحي لي ايه يا بنتي؟ انت عارفه انت عملتي ايه؟ انت عارفه انت ايه؟ انا عارفه انا ايه في نظره، بس خليني اشرح لك عشان حتى الصوره تبقى كامله قدامك. بس صوره كامله؟ لا الصوره كامله قدامي ما تقلقيش، كل حاجه عارفها قدام عيني. وعدة معتز ان انت تكملي مع حياتك كلها وان انتوا هتشاركوا بعض في الكامب، بس بجد برافو. فارس لو سمحت اسمعني، انا فعلا كنت ناوي اعمل كده مع معتز، بس وقتها كنت بحبه، وقتها كنت فاكره ان اللي انا حاساه ده هو الحب، ما كنتش عارف ان انا بس مجرد متعوده عليه. انا والله العظيم اتاكدت ان انا بحب لما انا عرفتك، اتاكدت من اللي انا حاساه واللي انت كمان حاسه من ناحيتي. اللي انا حاسه؟ انت مالكيش دعوه باللي انا حاسه، انت مجرد واحده بتلعب بمشاعر اتنين، واحده ماشيه مع اتنين. في كلام كتير قوي جوايا نفسي اقوله لك، بس مش عارف اقوله لك ازاي، مش عايز انزل بيه لمستواكي. ماشي ممكن تبطل لو سمحت تقعد تقول اي كلام بيوجع وخلاص وتسمعني؟ لا بس مبسوط انك عارفه بجد والله. طب لو سمحت بطل الاستفزاز واسمعني. انا كنت اصلا ناوي اسيب معتز من قبل ما اعرفك، الموضوع ما كانش ليه اي علاقه. ومن يوتيوب هنروح مع حضراتكم لتويتر وهاشتاج النهارده اللي متصدر بعنوان المصريين نمبر 1. تعالوا نقرا التويتات مع بعض ونشوف ازاي المصريين نمبر 1 زي ما عبر عنها كتير من المصريين. هنلاقي طبعا واحده من الاكونتس بتقول المصريين نمبر 1، ومثلا بيشيروا لصوره اللي طبعا ساره عصام، وهي اول محترفه مصريه في انجلترا، وافضل رياضيه عربيه في 2018، وافضل هدافه لنادي ستوك سيتي في عام 2019، وهي كمان لاعبة ومهندسة، وبتقول عليها طبعا الملكة المصرية سارة عصام من نادي وادي دجلة إلى ستوك سيتي بإنجلترا. وكمان من التويتات الأخرى اللي كانت موجودة على تويتر هنلاقي تويتة تانية من ديانا بتقول المصريين نمبر 1 في الجدعنة والطيبة. وكمان هنلاقي حد كمان بيقول، طيب دي يمكن دي اخر واحده معانا النهارده. لسه مكملين مع حضراتكم كمان على تويتر، ونادي برشلونه الاسباني احتفل بهدف الاسطوره العالمي دييغو مارادونا في شباك نادي استيريا روخا في بطوله الدوري الاسباني لعام 1982، وطبعا جول جميل جدا مارادونا طبعا الاسطوره اللي ما تتنسيش. هنروح معاكم كمان للفنان اشرف زكي الحقيقه اللي نشر رساله رومانسيه وجهها لزوجته الفنانه روجينا على صفحته الشخصيه في انستجرام. تعالوا نقرا ونشوف قال لها ايه بمناسبه عيد الجواز. اشرف زكي بيهنئ روجينا بعيد ميلادها، وكان طبعا مجموعه من يعني التعليقات من مختلف الفنانين، واحنا بنقول لها كمان كل سنه وانت طيبه. مظاهرة حب بقى نظمها جمهور السوشيال ميديا للفنان القدير يحيى الفخراني بعد ما تداولوا صورة للفخراني مع حفيده، وزي ما انتم هتشوفوا معانا في الصورة رسائل الحب بين الجمهور والفنان الكبير الأسطورة الفخراني فضلت مستمرة لساعات طويلة. طبعا بنقول له ربنا يخليه لك ويتربى في عزه.
هنروح كمان معاكم لمهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد، واللي نشر فيديو جديد على تيك توك بيقوم فيه بتمارين رياضية مع خطيبته عشان يستعد لعودة الدوري. نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو ساخر وجديد على حسابها في تيك توك وقت إقامتها في العزل المنزلي طبعا اللي فرضه فيروس كورونا. تعالوا نشوف ريا عملت إيه. دي كانت أهم طبعا الترندات اللي عندنا النهاردة في السوشيال ميديا. أكيد بكرة هيبقى معانا كمان مجموعة من الصور والتعليقات المختلفة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نرجع مرة تانية يا زميلتي عزيزة جمان. حسين طبعا بشكر.